الليلة الأحد مباشرة بعد الأخبار الساعة 9 الثلث منكون مع ديو المشاهير بحلقة جديدة وأجواء رائعة مثل العادة. الليلة كمان حلقة مميزة مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني اللي بيطل علينا بمفاجأة بالبداية ومفاجأة بنهاية الحلقة كمان. حضور مميز وضيوف مميزين رح تكونوا معهم الليلة. كمان بالحلقة الفنان ربيع بارود والفنانة عزيزة رح يغنوا إلى جانب مشاهير سيلبرتي دواتس، فكونوا على الموعد. هلا وقفة صغيرة من بعدها منكون مع تحية للراحل الكبير شارل أزنافور اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد عند الطائفة الأرمنية، ومنقلكم كل ميلاد وأنتم بألف خير.